نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا عبر قنوات الكاس أينما كنتم، مرحبا بكم هنا في افتتاح مباريات الجولة التاسعة من منافسات بطولة دوري نجوم أوريدو. هذا اللقاء الذي يجمع الغرافة بالنادي العربي هنا في استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة. المواجهات التي تأتي في افتتاح مباريات هذه الجولة، فأبو بكر جدا في عالم كرة القدم الآسيوية، بكل تأكيد فأن هذا التتويج مستحق. مبروك لأكرم ولكل أهل قطر وللاعبي كرة القدم في قطر ولكل من يعني قائم على كرة القدم القطرية هذا الإنجاز وهذا التتويج. نادي العربي، مباراة يقودها عبد الرحمن الجاسم، معاونة جمعة بورشيت كحكم مساعد أول، والثاني الحكم المساعد اللي هو زاهي الشمري، بينما يتواجد عبد الغرافة التي نجحت في احتواء الموقف ونجحت بعد ذلك في موسم 2019-2020 هدافا لبطولة الدوري. تعود في الكرة والمحاولة لمصلحة النادي العربي، لمسة في منتصف ملعب المباراة تحولت في الجانب المقابل في الوقت بدل الضايع من الشوط الثاني، هي الدقيقة 95 كانت كفيلة بالتعادل، لكن ذهبت المباراة للنادي الغرافة. محاولة غرفاوية الآن أو عرباوية داخل منطقة الجزاء، استلام من يوسف وبعد ذلك كرة سهلة عند حارس المرمى خليفة إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمية تماس، تعود من جديد عن طريق القائد فرجاني ساسي. الله عليك الله عليك الله عليك. جانب المقابل عرباوية عن طريق يزن النعيمات، يزن النعيمات يزن النعيمات، يحاول التقدم والمرور كرة. هذا يزن يتحدث مع يوسف المساكني، جديد تصل إلى الأوروغوياني فابريسيو دياس، أمامية غرفاوية على مشارف في منطقة الجزاء. الغرافة سيواجه بيرسو بوليس الإيراني هنالك في العاصمة الإيرانية طهران في الجولة الرابعة من منافسات بطولة الأندية الآسيوية. كرة فيها محاولة تعود غرفاوية الآن، وصلت إلى فابريسيو دياس، لا زالت مستمرة و... لا, لا لا يظهرون بالصورة المطلوبة، يعني عندنا خوسيلو مهاجم الغرافة والهدف. كرة إلى ياسين إبراهيمي، محاولة خطيرة جدا، شوف الكرة شوف المحاولة شوف اللقطة الماضية شوف التمريرة، الله 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 الله، تمريرة جميلة جدا ونهاية من ياسين إبراهيمي. شوف الاستلام والانطلاق بعد ذلك والتوغل من ياسين والنهاية في شباك الحارس أبو ندى. هو للأهداف يأتي عن طريق ياسين إبراهيمي، يأتي ياسين إبراهيمي في الكرة والمحاولة الماضية ويسجل هدف التقدم لمصلحة الغرافة مع محاولة جديدة خطيرة جدا داخل منطقة الجزاء. كاد أن يسجل. الغرافة راح يلعب مباراته مع بيرسو بوليس. نعم 120 دقيقة مرت على بداية أحداث هذا اللقاء، كرة بمحاولة ملعوبة غرفاوية، لكن هو اللي كان خلف الكرة والمحاولة الماضية خرج في التوقيت المناسب يتصدى للمحاولة الماضية، لكن الخطر لا زال مستمرا. فرجاني ساسي يسدد في إحدى المدرب أنتوني هيدسون، في مدرب إنجليزي حاضر حاليا اللي هو روي هيدسون، وحاليا هنا عندنا أنتوني هيدسون المدرب الإنجليزي مع نادي العربي. ونتذكر ونستذكر قائمتنا خارج أرضية الميدان وصلت، وهذه ظاهرة عالمية حاضرة في التوقيت الراهن هي من تسيطر على كرة القدم بشكل كبير. انطلاقة عرباوية الآن، محاولة مرور صافرة وتدخل وخطأ. شوف شوف، يا سلام يا سلام، حلوة الكرة الماضية، مر في المرة الأولى وواصل بعد ذلك في المرة الثانية والكرة تحولت إلى صافرة موجودة. مرور جميل جدا من اللاعب الحاضر أمامنا الآن في هذا اللقاء مساندا لزملائه من المدرجات. كرة تلعب بشكل قصير لمصلحة والشحانية، وخسارة العربي قد تؤدي بالعربي إلى المركز قبل الأخير. نعم قبل الأخير. كرة بمحاولة ملعوبة أبعدت في التوقيت المناسب،
عادت الكرة والمحاولة الماضية مرة أخرى لمصلحة نادي الغرافة. متابعينا في كل مكان عبر قنوات الكاس، والغرافة يتقدم بهدف مقابل لا شيء عن طريق اللاعب عبدو ديالو في الجهات اليسرى. يزن دائم تغيير المركز، يزن مرة في اليمين مرة في اليسار ما بين وما بين اللاعب الآخر اللي هو يوسف المساكري واللاعب الإسباني. والحديث عن رودريجو سان، بالمناسبة المباراة تقام 5:30 بتوقيت الدوحة مع تغير الأجواء في الأيام القليلة الضايع لشوط المباراة الأول. عرضية داخل منطقة الجزاء في راسية خطيرة جدا عن طريق اللاعب والقائد التونسي فرجاني ساسي. عرضية الميدان تحولت، شوف راسية فرجاني ساسي، يا سلام يا سلام يا سلام، تصطدم في القائم الأيسر. المحاولة الماضية بالنسبة لنادي الغرافة، كرة اصطدمت في الحارس خليفة أبو بكر قبل نهاية أحداث الشوط الأول. كرة في الجهات اليمنى الآن، محاولة عن طريق من هذا التونسي المساكري إلى داخل منطقة الجزاء، تسديدة. أيضا المدرب أنتوني هودسون يستمر بنفس الأسماء بمحمود في هذا اللقاء. نذكر ببعض الغيابات الحاضرة على مستوى مباراة اليوم بالنسبة للنادي النعيمات ويوسف المساكني. اختبار لكلا الفريقين. نذكر ايضا بان اليوم بحول الله بحول الله قمه جهات اليسرى، لمسه الى هلال محمد، محاوله بعد ذلك باقدام التونسي يوسف المساكني، احد اقدم الاسماء في بطوله الدوري ليس فقط على مستوى اللاعبين لاعب اجنبي ولا نعتبره اجنبيا ولا يعتبرونه كذلك بحكم تواجده منذ سنوات وسنوات وسنوات بقميص نادي الدحيل، واليوم الاربع سنوات مع الكره عن طريق عبدو ديالو يلعبها في الجهه اليسرى. ديالو يبحث عن التقدم والمرور، لم تكن بالصورة المطلوبة، أبعدت. خطة تأتي في منتصف في ملعب المباراة الآن، عرباوية الكرة، البحث عن التقدم والمرور، كرة بتغيير مثالي لاتجاه اللعب في الجهات اليسرى، محاولة لمصلحة النادي العربي، تقدم مثالي جدا. الكرة داخل منطقة الجزاء، خطيرة 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 للعربي وتصطدم بعد ذلك، تصل هنا مرة هنا مرة هنا في هذا الجانب وفي الجانب الآخر، هو في الجانب العرباوي. محاولة تقدم الآن عن طريق اللاعب الإسباني رودري يلعبها. أوهو سيدو سانو يتدخل في التوقيت المناسب ويبعد الكرة والمحاولة الماضية وفاول بالهدف الواحد. الكرة داخل أمام المرمى لتستمر الأمور. التعادل، نعم التعادل يأتي لمصلحة النادي العربي عن طريق تيجي العربي. هذه خادعت الكل، نعم خادعت الكل. لم يكن جمهور ولاعبين الغرافة مستعدين لسرعة تنفيذ الكرة الماضية الذي كان يطالب. شوف هذه كرة الهدف، شوف هذه كرة الهدف لبطولة أوروبا للشباب تحت 20 سنة التي توجت من خلالها إسبانيا. كرة بمحاولة، ركلة جزاء، لا 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 لا، راية موجودة. تحقيق 7 نقاط في الجولات الأربع الأولى بفضل ما يقدمه يزن النعيمات وبقية الزملاء في الأردن. الكرة بمحاولة من يزن الآن، توغل دخول سقوط. رودريجو سانشيز يلعبها إلى يوسف المساكري، المساكري يحاول التقدم والمرور. الكرة بعد ذلك بصافرة موجودة. المباراة لم يكن ينتظر سرعة التنفيذ، المهارة من رودريجو والمهارة من يزن والمهارة من المساكري ممكن أن تتفوق على عدد لاعبي نادي الغرافة. كرة الله 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 الله، شوف 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 شوف، حلوة الفكرة، حلوة الفكرة من يزن النعيمات، والتمريرة من يوسف المساكني أيضا كانت جميلة إلى يزن، كان ممكن أن يأخذها غرفوية لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد، تحولت في الجانب المقابل وصلت إلى يوسف المساكني. يوسف يبحث عن مساندة، يجد من؟ يجد يزن النعيمات، يزن يبحث عن انطلاقة، ينتظر دخوله في اللحظات القادمة. كرة بمحاولة ملعوبة الآن، خطيرة مرت من أمام الجميع، لا زالت مستمرة قائمة.
يسجل خوسيلو هداف الغرافة في هذا الموسم ويتقدم بنتيجة المباراة. حمد بدأ مسيرته في العربي، راح الريان، لعب للسد، حاليا مع نادي الغرافة. الأربعة الكبار حقيقة، الأربعة الكبار في كرة القدم القطرية لعب لها كالعربي في التسعينيات، ألا أن والسد منذ بداية الألفية، والغرافة أيضا الفريق للنادي العربي في دائرة المنتصف. الآن البحث عن التقدم والمرور بعد تجربة رائعة لمنتخب إسلندا في السنوات الماضية، جيل رائع مر على كرة القدم الإسلندية، كان من أجل المحافظة على هدفه المسجل ونتيجة المباراة. نتيجة المباراة والانتصار أمر مهم جدا. تصل إلى ياسين إبراهيمي، ياسين عرضية داخل منطقة الجزاء، مونتاري نام وتأمين النتيجة، لكن العمل كله من مونتاري، العمل كله من مونتاري، قبل ذلك كان بأقدام اللاعب ياسين إبراهيمي. 3-1 لمصلحة نادي الغرافة على حساب النادي العربي.